تستمر هذه الانطلاقات وتستمر هذه الأشواط شوط ويتلوه الآخر ينطلق بحفظ من الله ورعايته. الشوط الثالث عشر للمفاريد الابكار، باسمه نبدا وعليه نتوكل ونطلب منه السداد والتوفيق والنجاح. نبدا مع الصداره ونبدا مع المقدمه هنا لكي نرى اشعار بوشريده على المركز الاول مع اثير حمد بن صالح بن حمد وبوشريده العذبه، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات تاتي هنا هماليل على المركز الثاني مع عبد الله بن حمد بن حمد أو عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، بينما ثالث المراكز تأتي هنا الواصلة مع سعادة الشيخ جاسم بن أحمد المبارك آل عبد الرحمن ثانية مع عبد الله بن سالم بن فهاد الملامقة الهاجري بن فهد نعم. أما رابع المراكز نرى هنا القدوم والدخول من سدران مع سدروان نعم خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، ياتي هنا الواثق على المركز الرابع، بينما خامس المراكز تاتي هنا طناخه مع حمد محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. نعود الى بوشريده ولكن نرى الواصله هنا تتسلل للصداره، تتسلل للمقدمه مع سعادة الشيخ جاسم بن احمد بن مبارك وهنا بن فهد. المتابعة والمراقبة وعملية التضمير، أبو شريدة يحاول على ثاني المراكز، أبو شريدة الواصلة أثير بوشريده ولكن نرى القدوم، نرى هنا دهاشه ولكن بوشريده دهاشه اثير بن حفيظ ولكن بوشريده سلام يا بوشريده سلام حمد بن صالح بن حمد بوشريده العذبه، بينما ثاني المراكز تأتي هنا دهاشة سالم بن ناصر بن سالم الحميض المري، بينما ثالث المراكز تأتي هنا الواصلة سعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك عبد الرحمن الثاني مع عبد الله بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري، بينما رابع المراكز تأتي هنا هماليل عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري نعم. أما خامس المراكز مع عزة مبخوت بن سعيد ومبخوت بن قعمان المري. نعود للتوقيت الزمنية لهذا الشوط لكي نرى أثير مع أثير الحمد بن صالح بن حمد وشريدة العذبة، قطعت هذه المسافة في دقيقتين 13 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لحمد بن صالح بن حمد وشريدة العذبة، بينما ثاني المراكز أتت هنا هاشة وقطعت المسافة في دقيقتين 13 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المرية. أما ثالث المراكز تأتي هنا الواصلة سعادة الشيخ جاسم بن محمد وجاسم بن أحمد بن مبارك عبد الرحمن الثاني مع عبد الله بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري، قطعت المسافة في دقيقتين 14 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.